ترأست سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الاجتماع التاسع للجنة الوزارية لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاجتماع السادس والثمانين لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في سلطنة عمان خلال مشاركتها اشارت سعاده وزيره الصحه الى اهميه مواصله تعزيز التعاون الصحي الخليجي وتطوير مسارات التنسيق الثنائي ومستوى كفاءه الانظمه والاجراءات المعمول بها وذلك بما يكفل تقديم افضل الخدمات الصحيه بدول المجلس والارتقاء بالقطاع الصحي الخليجي لافته الى ان اعمال الاجتماعات تتضمن العديد من المحاور المهمه التي ترتبط ارتباطا وثيقا بتطوير مشاريع وبرامج صحيه خليجيه رائده لمواصله تقدم القطاعات الصحيه الخليجيه بما يلبي الطموحات والغايات الصحيه والتنمويه المنشوده كما واعربت سعاده وزيره الصحه عن بالغ شكرها وتقديرها للجهود المثمره والمميزه التي بذلت في تنظيم اعمال هذه الاجتماعات الهامه لتحقيق الاهداف الخليجيه المشتركه